هسه اللي اريده فد سالفه يعني او مأثره صارت بهذا الخان واريدكم هاي السالفه تقولوا لي اياها، ما يعرفها بس اهالي المحموديه، يعني ما يعرفوها البغداد، ما يعرفوها مثلا اهالي الحله، يعني ممكن اشياء يعني هو اريدك تعال هنا، تعال هنا، خلينا نقعد، خلينا نقعد هنا، تعالوا تعال هنا، تعال هنا. الخان طبعا مشهور ثقافي وتأسيش بنية لمدينه المحموديه، يعني تأسيس الاجيال بصراحه، خاصه بعد احياء وتحويلها الى مرفق ثقافي، فبدأت تطلع قصص يعني. آخر قصة وصلتنا من شخص بسنة 47. 47. تعرف أول مدرسة. إيه حلوة هاي قديمة. أول مدرسة بالمحمودية اللي هي وراء الخان مباشرة. صح. فبال 47 سياج المدرسة الخارجي تفلش. فتعرف هذا الخان كان يؤوي يعني قوافل تجي. وأكو وراء الخان اسطبل لإيواء الحيوانات طبعا من ضمنها يعني البغال والخيل والخيول والبعران، فجايين جماعة شعبالهم طابين بالجزل من هار مال المدرسة، يعني قافلة من 30 بعير عبالهم الخان؟ عبالهم جزء من الخان، محطة الاستراحة. تعرف بال 47 عدد طلاب المدرسة كلهم ما يتجاوز 90 واحد. اي طبعا. فطابين الجماعة. طابين هم والابل والاخوة. والبدو ما حد يفهمهم، فراكضين جماعة الطلاب المدير مصعدهم فوق السطح ورايحين جايبين عليهم شرطي، الشرطي يحكي وياهم ماكو، يقولون ماكو كل شيء ماكو. ثاني يعني صاير رعب بالمدرسة. عايفينهم يعني مباشرة هم يروحون طالعين الطلاب و يعني أعزائي المشاهدين اليوم الزيارة تخبل إن كان من الناحية التاريخية لهذا الخان وإن كان من الناحية الثقافية أيضا وإن كان من الناحية المجتمعية من خلال هاي القصة اللي ما حد يعرفها بس أهل المحمودية.